اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بغاية الاختصار أو التقريب، قال: فصل. هذا الفصل يتكلم فيه على أمرين. الأمر الأول يتكلم فيه على أركان الصلاة، والأمر الثاني يتكلم فيه على سنن الصلاة. فالفصل كما ترون معقود لأمرين: الأول الأركان، والثاني السنن. والسنن المراد بها ما يجبر تركه بسجود سهو وهو الأبعاض، وما لا يجبر تركه بسجود سهو وهو الهيئات. لأن الصلاة كما تعلمون تشتمل على أركان، أبعاض، هيئات. الركن كما تعلمون هو جزء الشيء الداخل في حقيقة ذلك الشيء، ويختلف عن الشرط كما علمناكم قبل ذلك، أن الشرط خارج عن الحقيقة، خارج عن الشيء، لكنه لا بد منه في صحة هذا الشيء. وأما الركن فهو داخل في الحقيقة، ولا تتم الحقيقة ولا توجد إلا به، لكنه أيضا يمتاز عن الشرط بعد كونه داخلا أنه جزء يوجد وينعدم. وأما الشرط فإنه يوجد ويستمر، ولذلك يقولون: ما قارن كل معتبر سواه. هذا هو الشرط. يعني إيه؟ يعني أنه يوجد مع الشيء ويستمر إلى نهايته، غير أنه ليس جزءا من الشيء، بل لا بد منه في صحة ذلك الشيء. أما الركن فلا، الركن كما تعلمون جزء يكون هذه الحقيقة، ولا تتم الحقيقة إلا به. والبعض سنة يجبر تركها بسجود سهو، والهيئة سنة لا يجبر تركها بسجود سهو. وسوف نتحدث في هذا الباب عن السنن، ما هي السنن التي يجبر تركها بسجود سهو، وما هي هيئات الصلاة، حتى إن القليوبي على الكنز ذكر أن الأبعاض 24 بعضا، بعضهم يذكرها 6 كالمنهاج، غير أنه يفتح في التقسيم، وما كان مدموجا مع غيره يفصله عنه. كل ذلك سيأتي إن شاء الله، لكننا هنا نتكلم على أركان الصلاة. قال: وأركان الصلاة، أجزاء الصلاة، من إضافة المفصل إلى المجمل، لأن الأركان أجزاء. وركن الشيء لغة هو جانبه القوي، وأما اصطلاحا فإنه كما علمناكم مرارا وتكرارا جزء الشيء الداخل في حقيقته المحقق لهويته. قال: وأركان الصلاة 18 ركنا. هذه 18 على ما ذكره أبو شجاع في هذا الكتاب، واختلف علماؤنا
في عد الأركان على اتجاهات كثيرة، فعدها أبو شجاع ومعه صاحب التنبيه الإمام الشيرازي، عدها 18 ركنا بجعل الطمأنينات في محلها الأربع ركنا، ونية الخروج ركن، يبقى معانا كام؟ معانا 4 + 1 يبقوا كام؟ 5 + 13 التي ذكرها الإمام النووي في المنهاج تبقى كام؟ 18. الطمأنينات في أماكنها الأربع، فعندنا الطمأنينة لها 4 محال وسنذكرها مفصلة في محلها الأربع، ونية الخروج من الصلاة عدها ركنا تبقى بالضبط 5 + 13 يبقوا 18. لما نسأل ونقول أركان الصلاة عند الإمام أبي شجاع وصاحب التنبيه تقول 18 ركنا، وركنا ده تمييز، وعدها في الروضة الإمام النووي، روضة الطالبين للإمام النووي، اختصرها من العزيز شرح الوجيز المسمى بالشرح الكبير. شرح في إيه بقى الإمام الرافعي؟ شرح وجيز الإمام الغزالي، واختصر الشرح الكبير في الشرح الصغير. وعدها الإمام النووي في الروضة 16 بإسقاط نية من 6 - 17 معلش البصر يخطئ، 17 ركنا. ماذا صنع؟ قال الطمأنينة في محلها الأربع أركان مع 13 اللي هم متفق عليهم يبقوا كام؟ يبقى 17. وقال بأن نية الخروج من الصلاة ليست ركنا وإنما هي سنة، يبقى عنده كام؟ 17 ركنا. وعدها بعضهم 14 ركنا، 14 يبقى هو عمل ايه يا مشايخ؟ اسقط نية الخروج لم يجعلها ركن، وجعل الطمأنينة في محلها الأربع ركنا واحدا لاتحاد جنسها. قال الطمأنينة في محلها الأربع ركن واحد، يبقى 13 مع 1 يدينا كام؟ 14. وبعضهم جعلها 15، 15 ركنا، 15 ركنا. عمل ايه؟ قال برضك كما فعل من جعلها 14، قال هم 13 المتفق عليهم اللي ذكرهم الإمام النووي في المنهاج، وواحدة طمأنينة في محلها الأربع يبقوا كام؟ يبقوا 14. وجعل قرن النية بالتكبير ركن، هي واجب شرط لكنه جعلها ركنا، يبقى دي طريقة من جعل الأركان 15 ركنا. وبعضهم جعلها 19 ركنا، كل ده مهم. 19 ركنا عمل ايه؟ ذكر 18 التي ذكرها أبو شجاع وأبو إسحاق في التنبيه، وزاد عليها الخشوع في الصلاة. شايف؟ قال الخشوع في الصلاة ركن من الأركان، يعني من لم يخشع، يعني واحد الله أكبر وبيتفرج على التلفزيون والكورة ده خشع، عنده صلاته باطلة. لكن المعتمد، لأن المسألة صعبة، وما من أحد إلا ويذهب قلبه وذهنه عن الخشوع، يبقى واقف بيصلي ويتذكر المال ويتذكر الأهل والوطن ويتذكر الأم والأب
ويتذكر ذكرياته في بلده ماليزيا ولا جنوب أفريقيا ولا أنغوشيا ولا كل ذلك حاضر في ذهني. وبعد كده يتيقظ يفتكر وأنا في أنه ركن من الأركان، خد بالك. طب عارفين بقى هو لو ركن ما كانش سجود السهو شرع، لكنه ليس ركنا، ولكنه من محسنات، من مستحسنات الصلاة، من مؤكدات الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومنهم من جعلها 20، يبقى كم كده دلوقتي؟ دي 6 طرق. 20 عمل ايه؟ ذكر 18 التي ذكرها أبو شجاع، وزاد عليها الخشوع، وزاد عليها المصلي، جعله ركنا من أركان الصلاة، كما جعل علماؤنا الصائم ركنا من أركان الصوم. ما هو الصوم كام؟ 3 أركان: إمساك ونية وصائم. إمساك ونية وصائم. وهيجي لنا إن شاء الله قريبا نقرأ بإذن الله تعالى الصيام، بس إحنا إن شاء الله بس نخلص الصلاة بإذن الله. مع الديمومة إن شاء الله كل شيء بإذن الله تعالى ينتهي. المعتمد من كل هذه الطرق ما ذكره الإمام النووي في منهاجه والإمام الرافعي في محرره من أنها 13. عمل بقى الإمام النووي أسقط المصلي لم يجعله ركنا، وأسقط الخشوع لم يجعله ركنا، وجعل الطمأنينة في محلها الأربع هيئة تابعة للركن وليست ركنا، يعني جزء من الركن وليست ركنا مستقلا. وهذه الطريقة هي الطريقة الراجحة التي اعتمدها المتأخرون، قالوا بأن أركان الصلاة 13 ركنا. وعلى كل حال، هل الخلاف لفظي ولا الخلاف معنوي؟ على طريقتين. بعضهم ذكر إن الخلاف لفظي، لأنه لابد من الإتيان بالطمأنينة في محلها الأربع، لكن هل يا ترى نسميها ركن ولا نسميها هيئة تابعة للركن لابد من الإتيان بها؟ هذا هو محل الخلاف. وبعضهم قال لا، الخلاف ليس راجعا لللفظ وإنما راجع للمعنى. وعلى كل حال المسألة تتبين لنا بعد ذلك عندما نخوض في كتاب آخر، لأن احنا في متن أبي شجاع، يبقى احنا لو وسعنا الباب وفتحنا الشرح مش هنبقى في أبو شجاع، ده احنا هنبقى في أبو وجد وجد جد إلى أن نصل إلى سيدنا آدم. أول هذه الأركان النية، بدأ بها لأنها ركن مهم جدا، حيث إن الصلاة لا تنعقد إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأجمعت الأمة على أن النية معتبرة في الصلاة، غير أن بعضهم قال هي شرط وهي بالشروط أشبه، وبعضهم قال ليس بشرط وإنما هي ركن. والمعتمد عندنا في مذهبنا أنها ركن من الأركان. الإمام أبو حامد الغزالي يقول بأنها شرط. ليه؟ قال لي أنها وجبت في أول الصلاة واستديم أمرها إلى آخر الصلاة، وما ذاك إلا الركن الذي يجب ويستمر.
اللي الشرط قال كده انها وجبت في اول الصلاة واستمرت. طب والذي يجب في الاول ويستمر ما هو؟ هو الشرط. والنية لغة هي القصد، يبقى نويت كذا أي قصدته. وشرعا وهي مهمة، قصد الشيء مقترنا بفعله، معناها كده في الشرع أنها قصد الشيء، يعني قصدنا الصلاة، توجهنا إلى الصلاة بداخلنا حال كون هذا القصد مقارنا ومصاحبا لفعل الصلاة والتكبير الله أكبر. ومحلها القلب، ونحن قبل ذلك تكلمنا على أحكام النية السبع، وقلنا حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط ومقصود. حسن، حقيقة، حقيقتها شرعا القصد، لغة القصد، شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، حقيقة، حكم، حكمها قلنا ده ركن، حقيقة، حكم، محل، محلها القلب كما ذكرنا، حقيقة، حكم، محل، وزمن، زمنها أول العبادة غالبا، حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية يختلف، تختلف كيفيتها باختلاف الأبواب. الصلاة الفريضة لها اعتبارات، والصلاة النافلة لها اعتبارات، والصلاة وهكذا. حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، تكلمنا قبل ذلك على شروطها وأن شرطها الإسلام وإلى آخره. حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود. حسن، ويسن بل ويندب، بل ويندب ما يسن ويندب واحد، يسن أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، لكن محلها القلب، فلا يجب النطق بها، بل يسن أن ينطق بها. عندنا ابن حجر الهيتمي ذكر قولا أن النطق بها واجب. يجي جماعة بقى السلفية يقول لك والله يا بدعة يا راجل، النبي انت حلو قوي، بدعة، فلا يجب النطق به وإنما يسن. لماذا؟ قالوا حتى يساعد اللسان القلب، يعني أول قبل ما يقول الله أكبر يقول بلسانه هكذا: نويت صلاة المغرب فرضا لله تعالى، الله أكبر. إذا قال هذا كأنه يعني حرك قلبه من أجل أن يوافق لسانه. خلي بالك، ده أنت بتذكر به قلبك حتى لا يغفل قلبك عن النية، وأنها مغرب، وأنها فرض، وأنها أداء، وأنها لله سبحانه وتعالى إلى آخر ما قيل فيها. ولكن هب أن لساني قال نويت صلاة المغرب فرضا لله تعالى 3 ركعات مستقبل القبلة إلى آخره، ثم وأنا بقول الله أكبر ذهب قلبي وانصرف إلى 2 ركعات السنة، ما الذي يعتبر؟ هل ما نطق به لساني أو ما تلفظ به قلبي؟ لا، العبرة بما في القلب ولا عبرة بما في اللسان. ومراتب النية في الصلاة 3 أقسام بحسب أقسام الصلاة، لأن الصلاة تارة تكون فرضا وتارة تكون يعني نفلا ذا سبب أو نفل مؤقت أو تكون نفل مطلق.
يبقى عندي كم قسم؟ عندي ثلاثة أقسام. صلاة الفرض قسم برأسها، النفل ذو السبب والمؤقت قسم برأسه، النفل المطلق قسم برأسه، والنية تختلف في هذه المراتب وتتباين، فما يعتبر في الفرض لا يعتبر في النفل ذو السبب والمؤقت، وما يعتبر في النفل ذو السبب والمؤقت لا يعتبر في النفل المطلق وما حمل عليه. ولذلك قلنا إن النية تختلف باختلاف الأبواب. ومطلقا واجب في الفرض ثلاثة أشياء. الفرض لابد فيه من ثلاثة أشياء. انتبه، نحن في أهم باب من أبواب الفقه وهو باب الصلاة، وفي أهم باب من أبواب الصلاة وهي أركان الصلاة، وفي أهم ركن من أركان الصلاة وهو النية. فلا بد في الفرض من ثلاثة أشياء. أولها قصد الصلاة، يعني أقصد بقلبي الصلاة. الثاني تعيين الصلاة من كونها صبحا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، لا بد وأن أعينها. ثالثا نية الفرضية لا بد منها، لا بد أن أنوي الفرض. طب ما يغنيها، يعني لا يغني تعيينها عن فرضيتها؟ لا. يعني ما أنا بقول صلاة المغرب، وصلاة المغرب ما نستغني بها عن ذكر الفرضية؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأنه عندنا في صلاة بتتعاد، مش المغرب ممكن تعد في جماعة، فحتى تتميز هذه عن تلك. يبقى أولا نية الفرضية دي واحد، ولماذا نوينا الفرضية؟ حتى نميزها عن النافلة، وحتى تتميز عن غيرها. يبقى نية الفرضية أي ملاحظة أنها فرض، يعني وأنا بقول كده هو نويت الصلاة ألاحظ بعقلي أنها فرض وقلبي يقصد هذا الملاحظ. طب صلاة الصبي، انت بتقول بقى قصد الفرضية، صلاة الصبي هل ينبغي على الصبي أن ينوي في صلاة المغرب أو العشاء أو بقية الفروض كونها فرضا؟ اختلف الأصحاب في ذلك، والراجح أن الفرضية لا تجب في صلاة الصبي على المعتمد. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الصبي لا تقع إلا نفلا، ما يجبش عليه إن هو يقول نويت صلاة المغرب فرضا. لماذا؟ قالوا لأن صلاته لا تقع فرضا وإنما تقع نفلا، فكيف ينوي شيئا ليس عليه؟ طيب، وأما الصلاة النافلة ذات الوقت، يعني محددة بوقت، مثل إيه بقى؟ مثل الرواتب، صح كده؟ الرواتب معايا القبلية والبعدية دي مؤقتة، وذات السبب، عند ذات السبب أيضا من النوافل ذات السبب
التي تشبه الفرض، مثل صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، وعندي أيضا من ذوات الوقت الضحى. طيب النافلة بنوعيها، هنقول بعد كده النافلة بنوعيها، نقصد الراتبة وذات السبب. يجب فيها أمران: قصد فعل الصلاة وتعيينها، ولا تجب نية النفلية. الدرس ده مهم والله. يبقى صلاة النافلة بنوعيها، النافلة بإيه؟ بنوعيها. يجب يعني لابد من أمرين فيها: الأول قصد فعل الصلاة، والثاني تعيينها. أول ما يقول كده الله أكبر قلبه يقصد أن يفعل الصلاة وأن يعينها، يا إما صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أو صلاة العيد الأصغر أو الأكبر أو إلى آخره. يبقى لابد من تعيينها، ولا تجب نية النفلية، يعني مش لازم ينوي أنها نفل. إحنا في الفرض قلنا لازم يعمل إيه؟ أنها فرض. لماذا؟ خلي بالك إن النية من أهم ما تؤديه التمييز، تميز رتب العبادات، وتميز العبادات عن العادات. اذهب كده إلى الأشباه والنظائر للسيوطي عند القاعدة التي يقول فيها الأمور بمقاصدها، يتكلم على النية، والنية من أهم الأبواب. ولذلك لا ينوي في النفل النفلية، بخلاف الفرض لابد أن ينوي الفرضية. لماذا؟ لأنه يريد أن يميز في الفرض، والنفل لا يميز فيه. لماذا؟ لأن هذه الصلاة التي يصليها يعني الأصل والشأن فيها أنها ملازمة للنفل، لكن المغرب والعشاء مش ملازمة للفرضية، ولذلك أتى بالفرض حتى يميزها. وهنا عندما يقول نافلا ميزها عن أي شيء؟ لم يميزها، ولذلك لا تجب. انتبه، والنفل المطلق ماله بقى؟ النفل المطلق اللي هو الدرجة رقم كام؟ رقم 3. تكلمنا على الفرض وما ينبغي فيه، وتكلمنا على النفل بنوعيه، ونتكلم على النفل المطلق. مطلق يعني يا مشايخ؟ يعني أطلق من الوقتية والسببية. مطلق يعني غير مقيد، لا بوقت ولا بسبب. نقولها تاني: مطلق يعني ايه؟ يعني غير مقيد، لا بوقت ولا بسبب، فهو مطلق. فيكفي فيه شيء واحد فقط، وهو قصد فعل الصلاة. انا عايز اصلي ركعتين لله بس، الله اكبر، وقلبي ينوي الصلاة فقط لا أكثر من هذا، ويحصل لي ما نويت. العلماء هنا وأصحابنا نفعنا الله بهم ألحقوا بالنفل المطلق بعض الأفراد من النفل بنوعيه، وقالوا في هذا بأنه يكتفى فيه بنية الصلاة فقط. قالوا لي، قالوا لأن هذا النفل وإن كان ذو سبب أو إن كان مؤقت إلا أنه يستغنى عنه بغيره. فكرة السنة المقصودة والسنة الغير مقصودة، لأن يمتنع جمع سنتين
مقصودتين بنية واحدة في صلاة واحدة، هذا ممنوع. أقوم كده أقول الله أكبر بعد صلاة المغرب، أنوي بها أن أصلي ركعتي ما قبل وما بعد، وأقول سيحصل لي الثواب معا بنياتي، لا، لأن ما قبل مقصود وما بعد مقصود، ويمتنع في الصلاة المقصودة أن ينوي بنية واحدة. طب وغير المقصودة، يعني التي تحصل في ضمن غيرها، كتحية المسجد. تحية المسجد لو أنا دخلت وقلت الله أكبر، نويت أصلي صلاة المغرب، حصلت لي تحية المسجد، ولو لم أنوها، لأن المقصود بها حصل. إذ المقصود ألا ينتهك المسجد حرمة بدون صلاة، وقد حصل ذلك في ضمن الغير. نويتها وأنا أصلي صلاة المغرب الله أكبر، نويت صلاة المغرب وتحية المسجد، حصلتا، وكان هذا من التشريك غير المضر، لأن التشريك إما أن يكون مضرا وإما أن يكون غير مضر. يبقى تحية المسجد سنة غير مقصودة. طب متى لا يحصل لي الثواب؟ إذا نفيتها، كما يقول القليوبي على الكنز. لو قلت الله أكبر نويت أصلي صلاة المغرب بقلب هذا فقط، فلا تحصل لك سنة التحية لأنك رفضتها، ولا يحصل لك الثواب في هذا. والنفل المطلق يلحق به نفل ذو سبب يغني عنه، احفظها كده، يلحق بالنفل المطلق نفل ذو سبب يغني عنه غيره، كتحية، يعني تحية المسجد، وسنة وضوء، يعني في سنة الوضوء يكفيني أن أقصد فعل الصلاة. في تحية المسجد إذا فصلتها يكفيني أن أنوي فعل الصلاة فقط، ولا أحدد السبب. في سنة الوضوء، طب ما الوضوء سنة أيضا غير مقصود، أبا أنني توضأت وصليت، حصلت هذه السنة في ضمن غيره، لأن المطلوب يعني ألا تتوضأ بدون أن توقع صلاة بعد الوضوء. واستخارة، والاستخارة كذلك وإن كانت ذو سبب إلا أنه يغني عنها غيرها. هب إن أنا قمت وصليت ركعتي الصبح وبعدها استخرت، حصلت صلاة الاستخارة وإحرام وركعتي الإحرام كذلك يكفي فيها مطلق النفلية، لأنها تحصل بغيرها ويستغنى عنها بغيرها. ودخول مسجد، ودخول منزل، لأن دخول المنزل يسن لك أيضا أن تصلي فيه ركعتين قبل أن تجلس، لكن يغني عن ذلك أن تدخل فتصلي الفريضة. ويكفي في نية سنة دخول المسجد وإن كان ذا سبب المنزل، وإن كان ذا سبب أن تنوي فعل الصلاة فقط، وكذلك الخروج منه. طيب، هنا في أمور لطيفة، يعني بنحب ان احنا نأخذ اهم حاجة. قالوا ويصح الأداء بنية القضاء، يصح ان اصلي صلاة أداء وأنوي بدل الأداء القضاء، أقول الله أكبر نويت صلاة المغرب فرضا أداء ثلاث ركعات لله تعالى، ماشي سليم، يبقى بنوي الأداء في وقت الأداء
طب هابي اني انا في المغرب وقلت هكذا في وقت المغرب نويت صلاة المغرب فرضا قضاء، ده الوقت وقتها الآن. قالوا إن كان ذلك مع العذر فلا يضر. يعني عذر؟ يعني أرتج علي، هل يا ترى دخل الوقت أو لم يدخل الوقت؟ هل خرج الوقت أو لم يخرج الوقت؟ هل خرج وقت المغرب أو لم يخرج وقت المغرب؟ فظننت أن وقت المغرب قد خرج، فنويت صلاة المغرب قضاء، ثم تبين لي بعد ذلك أن صلاة المغرب وقعت في وقتها، فهل تعييني للقضاء يضر في فعل الأداء؟ قالوا لا، لأنك معذور، لا سيما إذا كان هناك غيم، لا سيما إذا نظرت إلى الساعة وأرتج عليك فرأيت أن الوقت قد خرج فصليت بنية القضاء فخرجت أن الصلاة أداء. فبعد ما صليت قلت لهم يا أخوانا هو الوقت خرج بتاع صلاة المغرب؟ قالوا لك لا. قالوا ده ازاي، ده الساعة ايه؟ قالوا لك لا، ساعتك بايظة، ساعتك مقدمة ساعة، يبقى يصح هنا للعذر. ده في سورة الايه؟ القضاء. طب افرض ان ده حصل في سورة الاداء، ظننت ان الوقت قد خرج بسبب النظر في الساعة. احنا مش هنتكلم بقى في كتب الفقه القديمة تقول لك نظرا للغيم ومش للغيم، ده الشخص يعرف هذا، يعني القضية الآن مش معانا الفرع ده، احنا لازم نحدث من أمثلة يعني الفقه لأن هذا هو الواقع. نظرت في الساعة فبصيت لقيت الساعة 8 وكام، لا مش 8 بقى، أنا بنتكلم على إن أنا هنوي الـ الـ الأداء، فبصيت للساعة لقيتها 7:10، فقلت الحمد لله ما زال وقت المغرب يعني موجودا، الله أكبر، نويت أصلي صلاة المغرب فرضا أداء 3 ركعات لله إلى آخر ما قيل، السلام عليكم، صليت 3 ركعات، بصيت لقيت الإقامة، إقامة صلاة العشاء في المسجد جنبي، المقيم يقيم للصلاة، يبقى الوقت ايه؟ الوقت خارج، بس انا ناوي اداء. قال لك مع العذر يجوز، لان ده خطأ، وخطأ انا مش متعمده، ده حصل من يعني خطأ حصل من الساعة، واخد بالك؟ وده بيحصل كتير، يبقى يصح لماذا؟ للعذر. طيب هاب انه هو مفيش عذر وفي وقت زي ده كده، وهو عارف ان وقت المغرب ما زال باقيا، قال كده الله اكبر، نويت اصلي صلاة المغرب قضاء، وهو يعلم ان الوقت باق، بطلت صلاته. لماذا؟ لانه متلاعب. يا اخوانا في فرق بين التعبد والتلاعب، أنت تعلم أن الوقت ما زال باقيا وتنوي القضاء يبقى أنت بتلعب. خرج الوقت، أصلي المغرب في وقت العشاء فأقول كده نويت صلاة المغرب وأنا عارف أن وقت خرج أداء، لا تصح الصلاة. إذا أردت بالأداء والقضاء المعنى الاصطلاحي، خلي بالك اللي هو يبقى الأداء، الأداء هو إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، إيقاع العبادة في وقتها المقدر له شرعا، والقضاء إيقاع العبادة خارج وقتها
المقدر له شرعا. إيقاع العبادة في وقتها المقدر له شرعا. إذا أردت أنا ده التعريف أهو، إني أنا أنوي الأداء والقضاء في الصورة التي ذكرناها بالمعنى الاصطلاحي، يبقى صلاتك باطلة. لأن القضاء معناه إيه؟ العبادة تبقى خارج الوقت، والأداء العبادة داخل الوقت. فأنا قصدت بهذا المعنى، قصدت القضاء بهذا المعنى وقصدت الأداء بهذا المعنى، يبقى صلاتك باطلة. طب افرض إن أنا قلت نويت صلاة المغرب فرضا قضاء وقصدت بالقضاء المعنى اللغوي، فهل تصح صلاتي؟ نعم. لماذا؟ لأن القضاء يأتي بمعنى الأداء. فإذا قضيتم مناسككم، يعني أديتم مناسككم، وتقول قضيت الدين، يعني أديت الدين، فالقضاء يأتي بمعنى الأداء. القضاء يأتي بمعنى الأداء، والأداء يأتي بمعنى باردك القضاء. فكما يقول علماؤنا كل منهما لغة يستعمل بمعنى الآخر. فإذا قصدت المعنى اللغوي فهو صحيح، لأن الأداء هو فعل الشيء والقضاء هو أيضا فعل الشيء. يبقى إذا أردت أنا بالأداء والقضاء المعنى اللغوي فذلك يصح. طيب قال ولا يشترط أيضا التعرض للوقت، يعني في النية لا يشترط إن حضرتك تقول الله أكبر نويت صلاة المغرب فرضا أداء يوم الجمعة لله تعالى، لا مش واجب عليك هذا. ولذلك قالوا حتى ولو أنت فعلت هذا وما طلعش الجمعة بل طلع يوم الثلاث صلاتك صحيحة وما فيهاش مشكلة. وقالوا من عليه فوائد لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا، يعني مثلا أنا تركت الظهر يوم السبت أو الحد وجيت أديها يوم الثلاث، ما أقولش الله أكبر نويت صلاة الظهر فرضا قضاء عن يوم السبت أو عن يوم الأحد، لأن كلها يعني لله تعالى واليوم لا يؤثر. طيب احنا كده خلصنا الركن الأول. الركن الثاني من الأركان الثمانية عشر القيام مع القدرة. فالقيام ركن من أركان الصلاة، ولو كانت الصلاة منذورة. أما في النفل ليس ركنا، لأن يجوز أن تصلي النفل مع القدرة وأنت جالس وأنت قاعد أو وأنت مضطجع على يعني نايم كده على جنبك كده، أما تصلي وأنت مستلقي النفل لا، إلا إن كان ذلك لحاجة. ولذلك قال علماؤنا أن القيام فرض في الصلاة المعادة وفرض في صلاة الصبي، يعني ركن في الصلاة المعادة وركن في صلاة الصبي. لماذا؟ أما بالنسبة للصلاة المعادة لأن العلماء اختلفوا هل يا ترى الفرض في حق المعيد للصلاة الأول أم الثاني، اختلفوا في ذلك، فلا بد من القيام فيه للخلاف في المعتبر، هل هو الأول أم الثاني، هل الذي وقع عن الفرضية الأول أم الثاني. وأما صلاة الصبي حتى وإن كانت نافلة إلا أن القعود فيها كما يقول علماؤنا يمحي صورتها يذهب صورتها، فلا بد من القيام.
وأما النفل فقلنا بأنه يجوز أن يصليه قاعدا وأن يصليه مضطجعا دون مستلقيا، ويستوي في النفل الرواتب، وذا السبب، وما تسن فيه الجماعة وما لا تسن فيه الجماعة. يعني صلاة العيد أصليها وأنا جالس سنة، أصليها وأنا مضطجع سنة، صلاة التراويح كذلك، قيام الليل كذلك، الوتر كذلك. طب والثواب؟ قالوا ثواب القائم مع القدرة في النافلة يأخذ ثوابا كاملا. القائم مع القدرة في النافلة يأخذ ثوابا كاملا، والقاعد في الثواب مع القدرة على نصف القائم، والمضطجع نصف القاعد. يبقى المضطجع من القائم ياخذ قد ايه؟ الربع. اقولها تاني؟ ها؟ فاهمها؟ القائم ياخذ ثوابا كاملا، افترضنا ان القائم هياخد 100 حسنه. الجالس ياخد كام؟ 50. طب والمضطجع ياخد 25. صح كده؟ لان بس هم ضربوها في الحديث، يقول لك القائم القاعد على النصف من القائم، والمضطجع على النصف من القاعد. فلو كان القاعد بياخد 50، التاني ياخد كام؟ 25. وقلنا ذلك معايا مشايخ، ذلك مع القدرة. ويلزمه، يعني يلزم هذا المضطجع أو القاعد أن يقعد للركوع. ما يأتي بالركوع إزاي؟ بنقوله لا، وانت عشان تركع اقعد أيها المضطجع، ارجع واقعد حتى تستطيع أن تأتي بالركوع. وكذلك ينبغي عليك أيها المضطجع أن تقعد حتى تأتي بالسجود من القعود. فإن استلقى، صلى السنة وهو مستلقي، يعني مستلقي على أفاكت جميلة، يعني راحة خالص، يعني حاجة يعني فيها كده إيه، تيسير التيسير مع القدرة على الاضطجاع، قالوا بطلت صلاته. ده مش يعني كأنه هو مش بيصليش، ده بيلعب. طيب ضابط القيام، احنا بنقول القيام ركن من الأركان، وهو الركن رقم كام؟ الركن رقم 2. ضابط القيام أن يكون منتصبا بحيث لا يكون مائلا أصلا. أدي صورة أهو، يقف كده وهو منتصب ولا ينسب إلى الميل، كالعمود. عارفين العمود؟ عمود الحائط، منتصب هكذا. أو يكون مائلا، لكن يكون ميله إلى القيام أقرب من الركوع. ما هو يميل، الميل ده هو كده، هيبقى كده. هو في هذا الوضع وهذا الميل أقرب إلى القيام أم أقرب إلى الركوع؟ فإن كان أقرب إلى الركوع لا يعتبر هذا الميل، وإن كان أقرب إلى القيام يعتبر، لأنه أقرب إلى القيام يبقى هيحسب على القيام، أقرب إلى الركوع طب إليهما على حد سواء. يعني هو المسافة بين هذا الميل وبين القيام مثل المسافة بين هذا الميل وبين الركوع، يبقى لا يعتبر هذا. وقالوا أيضا في أحكام هذا، لو انحنى ظهره فصار كراكع مثلا،
يعني نظرا لكبر السن، نظرا لأنه عنده آفة أو عاهة جعلته يمشي منحنيا إلى الركوع. قالوا يقف على هذه الحالة. لماذا؟ لأنه معذور. لكنه إذا أراد أن يركع زاد في انحنائه حتى يميز بين الوقوف والركوع، وهذا التمييز تمييز واجب. وقالوا أيضا إن عجز عن القيام بحيث تلحقه مشقة، الله أكبر وهو واقف كده هو، لكن ظهر وجعه جدا وفي مشقة شديدة عليه، بعضهم ضبطها بما يذهب الخشوع، يعني لو كان قيامه هيذهب خشوعه يقول له اقعد صلي وأنت جالس، لأن في القيام ضرر عليك. يبقى بعضهم بيعبر بمشقة شديدة يعني يلحقه بالقيام مشقة شديدة، وبعضهم يعبر بيذهب خشوعه بسبب القيام. علماءنا قالوا أن العبارتين متحدتان في المعنى، لأن القيام الذي يعني فيه مشقة شديدة هو القيام الذي يذهب الخشوع، فالاثنين كما يقولون وجهان العملة واحد. إذا حدث له أنه قد عجز عن القيام فإنه يقعد على أي هيئة شاء، يقعد بقى متربع، يقعد مفترش، يقعد متورك، يقعد يعني جلسة الإقعاء، يعني يفعل ما يشاء. لكن الإقعاء في نوعين، في إقعاء مسنون وفي إقعاء منهي عنه. إن عجز عن القعود ده في الفرض لا يستطيع أن يقعد، قالوا يصلي مضطجع كما ورد، ويسن أن يكون على جنبه الأيمن، لكنه إن صلى مضطجعا سن له أن يضطجع على جنبه الأيمن وأن يؤدي الصلاة. وإن عجز عن الاضطجاع إنه ينام على جنبه الأيمن يصلي مستلقيا، غير أنه في هذه الحالة يؤتى له بوسادة مخدة وتجعل خلف رأسه حتى ترتفع رأسه ويرتفع صدره شيئا قليلا فيواجه برأسه وصدره القبلة. وهذا المستلقي يومئ برأسه لسجوده وركوعه، غير أنه ينبغي عليه أن يكون إيماؤه برأسه للسجود أخفض من إيمائه برأسه للركوع وجوبا حتى يميز بينهما. طب ما قدرش، عجز عن الإيماء لأنه عنده مشكلة في الرقبة، ماذا يصنع؟ قالوا في هذه الحالة يومئ بأجفانه كده، يعني يومئ بأجفانه، ولا يجب في هذه الحالة جعل سجوده أخفض من ركوعه، لأن الإماء بالطرف بالجفن، يعني اهو الإماء اهو ده جفن اهو، لا يميز بين الاثنين، هيعمل كده اهو، ايه التمييز؟ هيقفل الجفن ويفتحه، فما لا يحصل التمييز بين الركوع وبين السجود بهذا. طيب إن عجز عما سبق لم يستطع يعني أن يومئ ولا غير يومئ، هو عنده شلل كامل وقاعد في مكانه لا يستطيع شيئا غير إن عقله شغال وبيسمع، قالوا في هذه الحالة يجري أفعال الصلاة على قلبه، يتخيل كده أنه مصلي، يتخيل أنه قائم، يتخيل أنه راكع،
يتخيل أنه ساجد وهكذا، يجري أفعال الصلاة على قلبه وجوبا في الواجب ومندوبا في المندوب، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. لا تسقط الصلاة عنه بحال من الأحوال ما دام فيه عقل، لأن العقل مناط التكليف. ولهذا من ادعى كما يقول شيخ الإسلام البجوري أنه بينه وبين الله حالة اقتضت إسقاط التكليف فقد خرج من الإسلام. لا، وهذا يعني يفعله بعض غلاة الصوفية. احنا صوفية بس وسطيين مش سلفيين يعني. دي رقم كام؟ وتكبيرة الإحرام رقم 3. تكبيرة الإحرام، تكبيرة مضاف والإحرام مضاف إليه، والإضافة هنا على معنى السببية، تكبيرة إحرام. يبقى التكبيرة دي التي كانت سببا في تحريم ما كان مباحا قبلها. قبل تكبيرة الإحرام كان يباح لك أن تأكل وأن تشرب وأن تتكلم وأن تمشي، وبعد تكبيرة الإحرام حرم عليك كل هذا. فالتكبيرة سبب، والإحرام اللي هو بمعنى التحريم مسبب، فهذا من إضافة السبب إلى المسبب. وتعيينها كما يقول علماؤنا، لماذا اختار الله لنا معاشر المسلمين يعني أن نأتي بتكبيرة الإحرام وهو قوله الله أكبر؟ لماذا لم يختار مثلا الرحمن الرحيم أو القادر أو الجبار أو؟ قالوا تعيينها أمر لا نعقل ولا نعلم علته، أمر تعبدنا الله سبحانه وتعالى به لا نعلم له علة. ويتعين على القادر على النطق أن يقول الله أكبر بقطع همزة الله، الله أكبر، فلو وصلها بما قبلها مثل أن يقول إمامنا الله أكبر قالوا هو مكروه، لكن أنت اقطعها، لو وصلتها بما قبل وقرأت الهمزة يعني همزة الوصل للقطع كان ذلك مكروها. والتكبيرة الإحرام لها شروط، حتى ذكر الشيخ البجوري العلامة شيخ الإسلام لها 15 شرطا، 15 شرط في تكبيرة الإحرام. الله أكبر علم، أولها وقوعها في محل تجزئ فيه القراءة، يعني وقوع تكبيرة الإحرام في محل يعني في حالة من القيام لو قرأ فيها الفاتحة لأجزأت الفاتحة، بأن كان إلى القيام أقرب منه إلى غيره. يبقى وقوع تكبيرة الإحرام في محل تجزئ فيه قراءة الفاتحة بأن يكون إلى القيام أقرب من غيره، وأن تكون باللغة العربية للقادر عليها، الله أكبر
طب افرض ان هو قال الله اكبر بالملاوي، لا مش هيتحاسب. مع قدرته على الله اكبر باللغه العربيه. اخواننا بتوع ماليزيا زعلانين ازاي؟ ما اديني يسر. بس دي احنا قلنا لا نعلم علتها، ربنا عينها، ربنا تعبدكم باللغه العربيه. ويتعين لفظ الجلاله الله فلا يقوم مقامه غيره، فلا يقوم مقامه غيره. يعني مثلا بدل الله ما تيجي نخليها مثلا الرحمن او الرحيم او الغفور او او او، لا يجوز، لانها معينه. وهكذا وردت عن رسول الله، وهكذا فعل الصحابه، وهكذا فعلت الطبقه الاولى والطبقه الثانيه والثالثه. ده امر مقطوع ومعلوم من الدين بالضروره. هنيجي عشانكم هنغيره، هتقولوها باللغه العربيه وهتقولوها بلفظ الجلاله الله، ويتعين لفظ اكبر. طب ينفع نقول كبير؟ هتضيع افعل التفضيل. طب ينفع نقول اجل؟ هتضيع الوارد. انتوا متشددين ليه؟ ما اديني يسر. ما هو العوام بيقولوا لنا كده، ما احنا جلسنا للافتاء. يبقى جايب 150 طلقة وتقول له والله بس وقع لك طلقة واحدة، يقول لك انت متشدد. طيب، وينبغي ان يتقدم لفظ الجلالة الله على لفظ اكبر. وعدم مد همزة الجلالة، يعني ما يقولش ايه الله أكبر، تبقى مصيبة. ليه؟ لأن الله أكبر ده إنشاء، الله أكبر يبقى ده استفهام. أنت بتستفهم وربنا أكبر؟ لا، ده أنت عبيط. وده ينفع؟ يبقى المد يؤدي إلى تحويلها إلى استفهامية. عارف لو أنت اعتقدت هذا بقلبك هنكفرك. وانتوا بتكفروا؟ ماشي. وعدم مد باء اكبر، يعني ما يقولش الله اكبر او اكبر، يبقى مصيبة لو اعتقد المعنى. لان اكبر ده اسم للطبل اللي كان بيضرب بيه للحرب، واكبار بالكسر اسم للحيض. عارف لو اعتقد هذا هيكفر، لانه يعني ينسب الى الله النقص. وعدم تشديد لفظ اكبر، ما يقولش الله اكبر أكبر، لا. يبقى أنت لو فعلت هذا لا تنعقد صلاتك، لأنك أنت أتيت بغير الوارد، بغير الذي يعني صار معلوما من الدين بالضرورة انعقاد الصلاة به. أنا عندي كده اعتقادي هذا. وعدم زيادة واو متساكنة ما بين الله وأكبر. الله أكبر، هو يعني بتيجي منين بقى الهمز الواو الساكنة دي؟ من أنك تشبع الهاء في لفظ الجلالة. الله أكبر، جت معك ايه؟ جت معك ساكنة ايه؟ الله أكبر وأكبر وأكبر، يبقى جت معك متحركة، يبقى أتيت بخلاف الوارد. لو فعلت هذا لما انعقدت صلاتك. وعدم واو قبل الجلالة، ما تقولش والله أكبر،
لماذا؟ لأنه لم يتقدم ما تعطف عليه. يبقى زودت. وعدم فاصل بين الكلمتين، ما تقولش الله وتاخد لك كده أكبر، لا ما ينفعش، يبقى ده فاصل. فعلت خلاف الوارد، فتضر الوقفة الطويلة بينهما وكذا القصيرة مطلقا، كانت وقفة طويلة وقفة قصيرة يضر ذلك. ولا يضر الفصل بينهما بأداة التعريف لأنها لا تغير المعنى، كما إذا قلت الله الأكبر، هل هنا لم تغير المعنى؟ يعني المعنى إيه؟ المعنى أن الله أكبر من كل شيء، لم يتغير معنى المعنى بأداة تعريف ولا بوصف. الله العظيم أكبر، زيادة في التعظيم لا تضر، بخلاف ما لو طال الوصل. طال الوصف قلت إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أكبر، ده أنت طولت أوي. وأن يسمع نفسه جميع حروفها، يعني أن ينطق بصوت يسمعه هو، الله أكبر، يسمع كل حروف التكبير الله أكبر، إن كان صحيح السمع. كانش في عنده مشكلة؟ طب في عنده مشكلة أو في يعني زيطة أو أصوات مرتفعة؟ قالوا لو قدر صحة السمع لسمع كفى، ولو قدر عدم وجود هذا الصراخ بجواره لسمع كفى. ودخول وقت التكبير، دخول الوقت، ما يقولش الله أكبر ويأذن الأذان بعدها بلحظة. دخول وقت تكبير الفرض وكذلك النفل المؤقت وذو السبب، وإيقاعها حال الاستقبال، يعني ينبغي أن يقول الله أكبر وهو مستقبلا للقبلة، وهو مستقبل للقبلة. وتأخيرها عن تكبير الإمام، إن كان يصلي مأموما ينبغي عليه أن يؤخر تكبيره عن تكبير الإمام، فلو تقدم تكبيره على تكبير إمامه فصلاته لم تنعقد، أما لو صاحب تكبير وتكبير الإمام يبقى مكروه. ولو كرر الراء من أكبر لم يضر، لأن الراء أصلا حرف تكرير، فلو قال الله أكبر قال، لأن الراء نفسها بتتكرر معاك. ولو أبدل همزة أكبر واوا الله أكبر، فرقوا بين العالم وبين الجاهل، الجاهل تسامحوا بها في حقه، وأما العالم فلم يتسامحوا به، قال طب أنت عارف ولسانك مطوعك. ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر، بأن قال الله أكبر، ما قالش أكبر، ما هو الجزم يعني إيه؟ يعني يسكنها، الله أكبر. طب لو قال أكبر، قالوا خلاص ما يضرش. وأما حديث إن التكبير جزم، ده ابن حجر العسقلاني قال بأنه موضوع، وعلى صحته العلماء قالوا بأن المراد جزم، يعني تأكيد. ويسن ألا يقصر التكبير بحيث لا يفهم، يعني ايه؟ ما ينطقش فيه بسرعه، الله اكبر ما ينفعش. واحكي لكم قصه لطيفه قوي، جاءتني سنه 2009
ولا يمطه. الله أكبر، هذا ممنوع وهذا ممنوع، يبقى وسط. خير الأمور إيه؟ الوسط. الله أكبر إفهام، وأن يجهر بتكبيرة الإحرام، يعني أن يقولها يعني زيادة على إسماع نفسه بحيث يسمعه الآخرون. ويسن كذلك أن يجهر بتكبيرة الانتقال حتى يسمعه من يقتدي به فيتحرك لحركته. ويسن أن يسر غيره، أن يسر غيره من المأموم والمنفرد. نعم، إن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين سنة التبليغ عشان الناس تسمع، سنة اتخاذ المبلغ بقدر الحاجة. اسمه ايه؟ مبلغ. طيب ده احنا كده بقى يعني هناخد الباجوري كله، خد يا ابني. ولا يكفي كل ما فيه تغيير لأحد اللفظين، هذه يعتبر ضابط في هذا الباب، كل ما كان فيه تغيير فاحش لأحد اللفظين ضرا. من عجز عن النطق بالعربية ترجم عنها بأي لغة، مش عارف يقول الله أكبر باللغة العربية، يقولها يا سيدي بالملاوي. ولو عجز عنها بأي لغة لا يطاوعه لسانه أن يتلفظ بالتكبير لا بالعربية ولا بغيرها. قالوا يأتي بدلها بذكر على المعتمد. ودي الصور ديت صور افتراضية جدا، لأنه من الذي يتعثر لسانه أو يتعذر عليه أن ينطق بلفظ الله أكبر أو أن يترجم هذه الكلمة؟ ده أمر افتراضي، لكنه استطاع أن يأتي به الرحمن الرحيم بدل الله أكبر، لا يطاوعه لسانه بها ولا يستطيع أن يطاوعه بأي لغة أخرى أو لا يعرفها، يأتي بما يعرف. هنا قالوا بأنه يجب قرن النية بالتكبير. خلاص خلصنا من القيام، تكبيرة الإحرام. طيب تكبيرة الإحرام يحتاج معها إلى شيء آخر لا بد أن نتكلم عليه. قال ويجب قرن النية بالتكبير، نية الصلاة لا بد وأن تقترن بالتكبير، يعني لا تتقدم النية على التكبير ولا تتأخر عن التكبير. العلماء هنا تكلموا على أن النية تحتاج إلى شيء اسمه استحضار، في حاجة اسمه استحضار وفي حاجة اسمها مقارنة. يعني ذاك المصلي يحتاج إلى أن يستحضر الصلاة في ذهنه، ويحتاج كذلك أن يقرن ذلك المستحضر بالتكبير. وذكر علماؤنا هنا نوعان من كل من الاستحضار والمقارنة. قالوا بأن الاستحضار إما أن يكون استحضار إجمالي وإما أن يكون استحضار تفصيلي، والمقارنة إما أن تكون مقارنة عرفية وإما أن تكون مقارنة حقيقية. يعني إيه مقارنة حقيقية؟ يعني أن تكون النية ابتداء مع أول الهمزة من وأن تنتهي النية عند الراء. من الذي يستطيع هذا؟ أن يبدأ نيته مع الهمزة وأن تنتهي عند الراء، دي اسمها المقارنة الحقيقية. يعني ايه؟ التكبير اهو من اول هنا لهنا، وادي النية اهي من اول هنا لهنا، يطبق ما بينهم بحيث
تبدأ النية مع أول جزء من الهمزة وتنتهي النية مع الراء من أكبر، دي اسمها مقارنة حقيقية، وهذه المقارنة صعبة وشاقة جدا وهي نظرية. وعندي الاستحضار نوعين، استحضار إجمالي أن أستحضر الصلاة في ذهني إجمالا بأن الصلاة ذات أركان 18، استحضار تفصيلي يعني إيه؟ أستحضر الصلاة وأنها عبارة عن العبادة، والعبادة أركانها 18، وال18 يبدأ بالنية مع التكبير مع كذا، أستحضر كل الأركان في ذهني. وبعد أن أستحضر قلبي بهذه الاعتبارات يتوجه إلى ذلك المستحضر. لا ده ما فيش حد هيصلي ولا أنا، وهذا الاشتراط يؤدي إلى شيء أخطر، إلى الوسوسة. ولذلك هات يا ولا كتاب الشيخ الباجوري، الشيخ الباجوري في هذه المسألة عاش العصر، قال المتقدمون اشترطوا المقارنة الحقيقية واشترطوا الاستحضار التفصيلي، إنه قبل كده ما يقول الله أكبر يستحضر بذهنه الصلاة بأركانها 18 ويسمعها جوه عقله، الركن الأول الركن الثاني لغاية 18، وبعد كده وهو بيقول الله أكبر أول ما يبدأ كلمة يشتغل قلبه بالنية واعتباراتها المختلفة اللي احنا قلنا إذا كانت فرضة هيبقى إيه، ينوي قصد الصلاة وينوي الفرضية ويعين الصلاة، ثلاث حاجات لابد بقلبه أن يبدأ مع أول الهمزة وينتهي قلبه من هذه الاعتبارات مع الراء. حد عندكم بيعمل كده؟ والله ما حد هيصلي وكلكم هيجيلكم وسواس. ولذلك الإمام أبو حامد الغزالي وإمام الحرمين والإمام النووي والمتأخرون قالوا المقارنة الحقيقية غير معتبرة وإنما المقارنة العرفية. يعني إيه؟ يعني إنه هو لا يعتبر غافل عن الصلاة، أهم حاجة تبقى موجودة النية مع التكبير، أول التكبير آخر التكبير في نهاية التكبير، أهم حاجة وجود النية. والاستحضار يكفي أنه هو قبل أن يصلي يستحضر في ذهنه أن الصلاة عبارة عن عبادة مكونة من أركان، يكفي هذا. أما بقى الاستحضار الحقيقي مع المقارنة الحقيقية هذه نظرية فقط، في الواقع العملي لا يجيدها أحد. ولذلك شو بقى الشيخ الباجوري بيقول لك اهو، بيقول لك واجب قرن النية بالتكبير اي قرنا حقيقيا. عرفت القرن الحقيقي يعني ايه؟ يعني ان تكون النية في اول جزء منها حصولا مع اول جزء من التكبير حصولا. حط سهمين كده، سهم فوق اوله النية وحط سهم تحت اوله التكبير، يبقى النية من فوق مع أول نقطة من التكبير تحت، وينتهوا النية تنتهي مع آخر جزء من التكبير وهو الراء. يا سلام، حاجة حلوة. بعد الاستحضار الحقيقي، استحضار حقيقي يعني إيه؟ يعني أتخيل في ذهني الصلاة تفصيلا، شريط يعني في ذهني كده أدور شريط بأن يستحضر الصلاة تفصيلا. الله 18 ركن، اوعى كمان تستحضر الخلافات ما بين الأركان مع تعيينها، عينها كمان، وبعد ما تستحضرها استحضر تعيينها في غير النفل المطلق ونية الفرضية في الفرض وقصد الفعل في كل صلاة، ويقرن، انتبه، يقرن ذلك الذي استحضره بذهنه بكل التكبيرة، يقرن ذلك المستحضر في ذهنه بكل التكبيرة مع شغل القلب من أولها إلى آخرها. وهذا ما قاله المتقدمون، يعني المتقدمون من أصحاب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو أصل مذهب الشافعي. ماذا بالشافعي بيشترط هذا،
المقارنة الحقيقية والاستحضار الحقيقي. واختار المتأخرون، انتبه، الاكتفاء بالمقارنة العرفية بعد الاستحضار العرفي. يعني ايه؟ بأن، الباء هنا للتصوير، بأن يستحضر الصلاة إجمالا، إجمالا كده يستحضر بعقله ذهنه، يتصور ان الصلاة عبارة عن عبادة ذات أركان، بحيث يعد أنه مستحضر للصلاة مع أوصافها. الصلاة دي عبادة ذات أركان، وأنها فرض، وأنها صلاة مغرب، وهكذا. ويقرن ذلك المستحضر بأي جزء من التكبير، قرنت بأول التكبير، بنص التكبير، بآخر التكبير، كفى. ولو الحرف الأخير، يعني ولو كانت الاقتران حاصل في الراء من أكبر. ويكفي تفرقة الأوصاف على الأجزاء، على أجزاء التكبير، أوصاف النية يكفي أن تفرقها على أجزاء التكبير، وهو الله أكبر. وهذا أسهل من الأول، لأن الأول فيه حرج، يعني ضيق، وهيؤدي إلى الوسواس، كل شوية الله الله أكبر، لا ده ما نقرنتش، لا يعني ما تزبطتش قوي، عيد 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 عيد، إن شاء الله مش هتخلص عبادة. وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمصير إلى الثاني، يعني فلا بد من أن نصير وأن نذهب إلى القول بالثاني. قال بعضهم: لو كان الشافعي حيا لأفتى به. ده مقتضى قواعد الشافع كده، المشقة تجلب التيسير، والأمر كلما ضاق اتسع. وقال ابن الرفعة: وكفاك بابن الرفعة إماما، له كتاب اسمه كفاية النبي، وله المطلب العالي شرح وسيط الغزالي، المطلب العالي اشتغل فيه 100 باحث من أجل إخراجه. وصوبه السبكي، التقي الدين السبكي. قال الخطيب، خطيب الشربيني: ولي بهما أسوة، يعني قدوة، هقتدي بهم. والحاصل أن لهم استحضارا حقيقيا واستحضارا عرفيا، وقرنا حقيقيا وقرنا عرفيا، والواجب إنما هو العرفيان لا الحقيقيان. خد يا سيدي. قالوا: ويجب عليه استصحاب النية بقلبه بعد التكبير. ولا يجب عليه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة بهذه الطريقة، بل المشترط ألا يقطعها، يعني في أول التكبير توجد النية ذكرا بقلبه مع الاستحضار ومع كل ما ذكرناه، ثم بعد ذلك، يعني إن غاب عنه ذكر النية بقلبه فيشترط في حقه ألا يقطعها، ولكن يستحب أن يستمر ذكرها في قلبه إلى آخر الصلاة. خلصنا من تكبيرة الإحرام والقرن والاستحضار وما استحضرش وإلى آخره. وقراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت الصلاة يعني فرضا، كانت الصلاة نفلا، كانت الصلاة سرية، كانت الصلاة جهرية، كان إماما، كان مأموما، كانت نافلة، كل ذلك لا بد فيه من قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقراءة معتبرة سواء قرأ بنفسه أو لقنه أحد الفاتحة فقرأها، يعني واحد واقف جنبه بيقول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وهو يقول وراه
الحمد لله رب العالمين، وهو يقول وراه بيسموها تلقينا. فإذا كان أو قرأ المصلي الفاتحة تلقينا حصل، أو قرأها من مصحف حصل، أو وضع في أذنه يعني سماعة وشغل الفتحة وهو بيصلي وقرأها مع هذا، كل ذلك جائز. لكن الفاتحة تسقط مع ركنيتها في مواضع، منها المسبوق بجميعها. يعني أنا جيت أصلي وجدت الإمام راكع، قلت الله أكبر وركعت معه. الإمام هنا قراءته لي قراءة، وقد تحمل عني قراءة الفاتحة، ومن أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة. وعلى هذا فالإمام يتحمل عني الفاتحة في هذه الحالة إذا كان أهلا للتحمل، بأن كان قارئا وبأن كان متوضئا. لكن افرض أن الإمام أنا صليت معه في الركوع، وبعد ما خلص الصلاة خرج من الصلاة وقال يا أخوانا أنا كنت محدث، يبقى ما ينفعش، يبقى الركعة دي الركوع ده الغيه وابدأ في ركعة أخرى. لماذا؟ لأن الإمام لم يكن أهلا لتحمل الفاتحة عنك أو بعضها. افرض إن أنا دخلت وأدركت مع الإمام قدر 3 آيات من الفاتحة، اقرأهم واركع معاه وقد تحمل عنك الباقي إذا كان أهلا للتحمل. قال الشيخ البجولي قال إن الفاتحة ليها 10 شروط. طب هنخلي قراءة الفاتحة بشروطها في وقت آخر. طيب احنا نختم عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل.